يقول لي انا بس حسيت بوجع من يومين، لكن لما نفحصه نقول له انت عندك بواسير بقالها 10 سنين مثلا. النسور الشرجي الحل الجراحي فيه يمثل الحل الوحيد. النسور الشرجي من الامراض السخيفه جدا، لانه يمر داخل عضلات مهمه جدا مسؤوله عن التحكم في التبرز. بقى الحل للنسور دلوقتي زي ما نقول حاجه اسمها فيلاك، ان احنا نخش نقفل النسور ده بدون ما نمس حتى العضلات، ودي حاجه يعني انا نفسي الناس كلها تقرا عنها. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. ما هي الثقافة الطبية في رأيكم؟ الثقافة الطبية اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي في هذا السيزون، واللي اكيد انتوا باحترامكم الشديد وبحبكم لينا ومتابعتكم بتقديركم للي احنا بنعمله، وبالتالي تقديرنا كمان لعقليتكم، بدأنا نرفعها لمستوى اعلى. فبدأنا في كثير من الامراض نتكلم على الثقافة في ثلاث نواحي. اولا فهمك وفهمكم للمرض، نحن نفهم المرض، المرض بتفاصيله تعريفا وأعراضا وفحوصاتا المتعلقة بالمرض، ونفهم الطريقة الأحدث والطرق البديلة لعلاج هذا المرض. العلاج بقت الثقافة كمان احنا نتعرف على الأساليب الحديثة في العلاج. فمثلا في أمراض الشرج بدأنا نفهم الأمراض وتعريفاتها وتشخيصاتها وإلى آخره، ثم نعرف العلاج. في مرحلة ثالثة مهمة جدا في التثقيف الطبي بدأنا نهتم بيها، ان احنا نفهمكم انه عمل الطب الان في كل الفروع، وفي هذا الفرع مثلا اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة امراض الجهاز الهضمي اسفل او السفلي او امراض الشرج، العمل جماعي، لازم يكون في عمل في افراد، كل فرد بيقوم بدور، فرد بيشخص، فرد بيكتب العلاج، فرد بيشغل الأجهزة، فرد بيشتغل بالأجهزة، فرد بيتابع، فرد بينظم، فرد بيعمل الانفحوصات، عمل جماعي. فأنا عايز أقول لكم أن الثقافة اللي انتوا لازم نوصل لها احنا كلنا مع بعض دلوقتي، أن احنا نفهم الأمراض علميا بالشكل اللي يتناسب مع ازاي نروح للدكتور مبكرا، ازاي نكتشف الاعراض مبكرا، نعرف العلاجات الحديثه، ثم نتفاهم ونفهم ما هو فريق العمل. ضيف اليوم سيتحدث عن هذه التجربه الهامه جدا، وخصوصا انه واحد من الذين صنعوا هذه الثقافه في واحده من اصعب المناطق، ثقافه الفهم المرضي، ثقافه العلاج الاحدث، ثقافه تكوين فريق عمل متكامل له نفس القدرة المهارية ومتكامل في أدائه للوظيفة. ضيفي العزيز، القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الذي أسعدني جدا وجوده معنا في الناس الحلوة، الأستاذ الدكتور محمد النجار. أهلا بيك يا دكتور. أهلا إبراهيم. أهلا وسهلا. أنا قلت كلام حلو. جدا. الحقيقة طبعا طبعا. يعني الثلاثي ده مهم قوي. طبعا. وده هيكون محور كلام النهاردة. الحقيقة بالظبط كده. يعني هو أصبح كل المؤسسات المحترمة التي تخص العمل في الجهاز الطبي وحاجات زي كده أصبحت مؤسسة، أصبحت فريق عمل. ما بقتش الحكاية تعتمد على طبيب بحاله كده لوحده بيعمل كل حاجه في الدنيا خالص، بقى كل المؤسسات الطبيه المحترمه جدا بتعتمد على فريق عمل كبير يشتغل كل واحد مركز قوي في حته معينه يعملها عشان يعملها على اكمل وجه. هي بهذه الطريقه احنا بنضمن للمريض الحقيقه قدر كبير قوي من الكفاءه المهنيه ومن الكفاءه العلميه، ان كل واحد لو مركز في حته صغيره يعملها على احسن وجه. ما بقاش في الدكتور الواحد اللي بيعمل كل حاجه في الدنيا يعني الحقيقه. هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل النهارده. لكن هبدا الاول من الناحيه المرضيه، من ناحيه المرض نفسه. اوكي. في امراض شرج عديده. طبعا. في منها امراض الناس كلها تعرف عنهم، قديمه في الثقافه المصريه موجوده ومتكرره على اذهانهم. بالظبط. في امراض فيها طابع مش هنقول انها غامضه، لكن لسه الناس الاسم بتاعها ما فهمتوش. بالظبط. ايه هي الامراض؟ انا رايي ان امراض الشرج
الناس فاهمه ان كل امراض الشرج تخص حاجه او اتنين. يعني اذا واحد جاله شويه وجع في جهه الشرج او في الجهه المستقيم او حاجه زي كده، يتخيل انه مثلا عنده بواسير مثلا. هل هي كل الحكايه بواسير؟ يعني هل كل الامراض اللي تخش الشرج بواسير؟ بالعكس، البواسير حاجه منتشره جدا، لكن هي يمكن تمثل 20-30% من امراض الشرج. عندنا غير البواسير عندنا الشرخ الشرجي، عندنا النسور الشرجي، عندنا الخراج اللي بيجي بجوار الشرج، الاعراض مشابهه جدا للحكايه دي. عندنا حاجه اسمها سقوط شرجي، عندنا ناس لا تتحكم في مرور البراز فنقول عندهم عدم تحكم في مرور البراز، عندنا ناس عندها العضلات بتاعت الشرج دي ضعيفه، ناس عندها التهاب داخل المستقيم فنقول اسمه بروكتايتس او التهاب المستقيم او حاجه زي كده. امراض الشرج عديده جدا جدا جدا، اشهرها ثلاثي رباعي كده زي ما دايما بنتكلم، هو البواسير الشرجيه، الشرخ الشرجي، النسور الشرجي. ده اشهر اللي الناس تفهمه او الناس تاخد بالها منه او حاجه، لكن الحقيقه ان في امراض ثانيه كتير جدا اعراضها مشابهه جدا لامراض الشرج. وهنا يجي دور الدكتور بقى ان يقول ان لما يسمع من المريض كويس قوي ويفحص المريض كويس قوي يقول ان عندك ايه من الحكايه دي. اصبح علاج كمان امراض الشرج مختلف جدا. يعني احنا اتكلمنا دايما عن الاعراض وعن العلاج وحاجات زي كده، واتكلمنا عن علاج امراض الشرج باستخدام الليزر. والحقيقه اذا اتكلمنا عن الليزر في الحته دي في امراض الشرج، خلينا نقول شويه تفاصيل دمها تقيل شويه بس سريعا جدا. ليزر يعني ليزر حقيقي، يعني ليزر راديشن. عشان نعالج باستخدام الليزر امراض الشرج لابد ان يبقى الليزر ماشين دي ليها مواصفات معينه. لان الليزر ده ممكن نستخدمه في العين، ممكن نستخدمه في ازاله الشعر، ممكن نستخدمه في حاجات كتير. ايه اللي يفرق بقى الليزر ده من الليزر ده من الليزر ده؟ وده كلام مهم قوي بقى الحقيقه. يفرق الويف لينث، الموج الطولي للجهاز الليزر اللي بيطلع منه شكل الليزر ازاي. يعني الويف لينث المسؤوله عن علاج امراض الشرج هي مشهوره جدا 1470 نانومتر. الطول الموجي للجهاز ده 1470 نانومتر. اي جهاز اكتر من كده اقل من كده ولا ليه اي لازمه. يعني هل يجوز ان احنا نستخدم مثلا الليزك بتاع العين ده في علاج امراض الشرج؟ ما هو ليزر، هل يجوز؟ لا يجوز، لانه بيشتغل بشكل تاني خالص اعتمادا على الموج الطولي، على الويف لينث اللي في الحاجه دي. ومن هنا نقدر نقول ان الليزر ماشين اللي تشتغل على امراض الشرج لابد ان يبقى الويف لينث بتاعتها 1470 نانومتر. يعني الحقيقه ما هوش يعني المريض هيبقى مركز قوي الويف لينث قد ايه وكلام زي كده، بس احنا يمكن حتى نقول كمان للساده الزملاء او حاجه. ومن هنا ما بقاش كل الليزر ينفع لامراض الشرج زي ما كل حاجه ليها الحاجه بتاعتها. يعني الليزر في علاج امراض الشرج حاجه حديثه وحاجه عظيمه الى اقصى درجه. كنا زمان مفيش الكلام ده خالص، يعني لو واحد قال انا عملت مثلا عمليه البواسير بليزر دي من 10 سنين هل نصدقه؟ ما كانش في حاجه اسمها كده. في العالم كله الحكايه بدأ من 8 سنين دلوقتي، بدأنا نستخدمها في مصر بقالنا يمكن 3 سنين وزياده اهو. قبل كده لا كان فيه ولا كان حد يسمع ولا يعني كان الكلام ما كانش مظبوط قوي، انما دلوقتي اصبح في ليزر حقيقي في علاج امراض الشرج عظيم الى اقصى درجه الحقيقه، وقلل فتره النقاهه جدا. يعني كنا زمان لما نعمل البواسير دي مثلا باستخدام الليزر كنا نقعد قد ايه بقى في البيت؟ مثلا شهر ونص، شهرين ولا حاجه. احنا دلوقتي بالكتير نقعد يومين ثلاثه. لما نيجي نعمل الشرخ الشرجي باستخدام الليزر برضو شهر، نقعد يومين بالكتير ونبقى كويسين جدا. فاصبح علاج الليزر في الحكايه دي ايام قليله جدا لفترات النقاهه ووجع اقل بكتير من الجراحه. بس هل ده معناه ان الليزر ده سحر؟ يعني هل يعني المريض يتخيل كده او يعلي الايماجينيشن بتاعه قوي انه اذا دخل يعمل عمليه ده هيطلع بعد 3-4 دقائق ما عندوش وجع ولا اي حاجه؟ نبقى احنا كذابين اذا قلنا كده، ونبقى احنا ننضم بقى للفرقه اللي بتقعد تقول للعلاج بدون الم والعلاج مش عارف ايه وكلام. لا طبعا، الكلام العلمي والمحترم في الحكايه دي انه بينلس، انه وجع اقل بكتير الحقيقه، يعني لكن موجود، لكن اقل بكتير جدا جدا جدا. عايز نتكلم على الامراض. اوكي، عايز اتكلم الاول على التعريف بتاع كل مرض، كل مرض هو ايه بالظبط. وعايز اتكلم واحنا بنتكلم على التعريف زي ما انت تحب، نتكلم على الاعراض. والاعراض برضو يمكن لغايه دلوقتي احنا ظالمينها، لان احنا طبعا ما بيناش الفروقات بين الاعراض وبعضها، ولا هي فعلا ما فيش فروقات، ما فيش في تشابه كبير بين اعراض البواسير مع اعراض النسور مع اعراض. انا عايز حته في تشابه. وخلينا اقول نبدا كده بحاجه حاجه، وفي الاخر يمكن نقول في جمل صغيره كده لو عندك كذا. بالظبط، ديفرنشال ديجنوستكس. حلو، هو ديفرنشال ديجنوستكس ده تعبير طبي مهم قوي يا جماعه، يعني التشخيص المتقارن او المقارن بين الامراض وبعضها. بالظبط، خلينا نبدا مثلا بالبواسير الشرجيه. احنا قلنا علميا بواسير الشرجيه يعني تمدد في جدار الاوعيه الدمويه المحيطه بالشرج، حوالين الشرج في بعض الاورده وبعض الشرايين. إذا تمددت شوية اتنفخت يعني بيعمل بواسير شرجية. زي الفيديو اللي موجود ده بالظبط، الشرج حواليه بعض الأوردة،
اذا حصل اي ضغط من فوق يخلي الاوعيه الدمويه دي تتمدد بالظبط، وكان في بالونه او حاجه واحنا ماسكينها من فوق شويه فقوم تنبعج من تحت. فالاجزاء الزرقاء اللي موجوده دي تنبعج شويه فيبقى اسمها بواسير شرجيه. اذا تمددت يبقى تمدد في وعاء دموي، المريض مش هيحس بحاجه غير ان ممكن يحس بحته ورمه شويه حوالين الشرج، وبدا اسمه بواسير شرجيه. اعراضها ايه بقى؟ اعراضها تختلف على حسب درجاتها، هي ليها اربع درجات، درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، وبواسير داخليه وبواسير خارجيه. اجمالا سريعا جدا ايه اعراضها؟ اعراضها نزول بعض قطرات الدم اثناء التغوط او حاجه، بعض التورمات حول الشرج او داخل الشرج، المريض بيحس ان في حاجه منفوخه كده حوالين الشرج او جوه. ثالث حاجه اذا كانت البواسير في بدايتها شويه تعمل بعض الهرش او الحكه حول منطقه الشرج، يبقى بعض الافرازات، بعض الهرش او الحكه، بعض قطرات الدم او حاجه، او ان المريض يشعر ببعض التورمات حوالين الشرج. اذا جينا للمرض الثاني اللي هو مشهور جدا جدا برضو، الشق الشرجي او الشرخ الشرجي، لا ما فيهوش باثولوجي، ما فيهوش تمدد في جدار الاوعيه ولا حاجه، ده في حته مقطوعه، حته متعوره بالمعنى السطحي جدا، اكننا ماشيين في الاستوديو وخبطنا ايدينا فعورنا حته جرح. جرح ده جه منين؟ جه من مره المريض بيتغوط شويه او حاجه وكان في البراز صلب شويه بالظبط، فحصل الامساك ده راح جاي معور حته من الغشاء المخاطي. هل هي سهل تعور؟ اه سهل. الشرج من جوه ميكوزا، غشاء مخاطي زي ما ممكن الواحد ياكل حاجه كده، فلو عض اسنانه شويه تلاقي حته اتعورت، هو بالظبط كده. هذه الجرح، هذا الجرح او هذه التعويره او هذا الشرخ الشرجي او حاجه، اعراضه ان المريض اذا دخل حمام يتوجع جدا 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 اثناء دخول الحمام وبعد الخروج من الحمام لفترات قد تطول الى ساعات طويله، ملوش اعراض غير كده. وحاجه سهله حتى المريض بيبقى عارف هو عنده ايه، اذا دخل حمامي هو بيحس يقول انا حاسس ان في حاجه متعوره، الوجع ده يقعد شويه بعد ما المريض يخلص حمامه ويقعد قد يطول لساعات قد يطول ليوم كامل، يعني بعد ما يخلص حمام الصبح يدن طول اليوم تعبان. تالت حاجه من الحاجات المشهوره جدا النسور الشرجي، وبرده مرض سخيف شويه لانه هو ما بيوجعش على قد ما بيقريف العيان. يقريفه ليه بقى؟ لان بيعمل شويه افرازات حوالين الشرج. هو المريض ده عنده فتحه بجوار الشرج قد تكون في اي حته، احنا بنقسم الشرج بالساعات لسهوله الوصف، قد تكون الفتحه دي عند الساعه 1 عند الساعه 2 عند الساعه 3 يعني لسهوله الوصف بس. الفتحه اللي بره دي متصله بفتحه داخل الشرج، ما بين الاثنين في تراك او في قناه، اثناء مرور البراز او حاجه يمكن تدخل نقطه صغيره من الفتحه الداخليه تمشي على مدار يومين ثلاثه تتعفن في سكه تطلع في شكل افرازات زي ما بنشوف دايما. المريض ما بيبقاش متوجع قوي على قد ما هو مقريف، وهو اذا لما بنسال دايما العيان ايه اللي مضايقك في النسور يقول لك انا حاسس بشويه افرازات كل شويه، متضايق، ماليش مبسوط وكلام زي كده، ما هوش متالم على قد ما هو مقريف من خروج هذه الافرازات الدائمه. رابع حاجه ان ممكن قد يكون في خراج حوالين الشرج، ده طبعا حاجه سهله جدا، خراج زي في اي حته في الجسم او حاجه، بيلاقي زي سروبنج بين كده او نقح يعني زي ما بنقول، وحته ورمه ويخرج منها صديد وكلام زي كده. وفرصه نقول للناس ان اللي عنده ارجوكم، يعني انا كان لسه حد بيسالني هي ايه طرق الوقايه من النسور؟ قلت له مفيش وقايه خالص غير ان اذا حصل خراج حوالين الشرج لابد ان المريض يتوجه فورا في يومها. ما هوش حتى ساعتها محتاج دكتور مشهور، ده محتاج اي حد بس يعمل بمشهد بس كده يفضي شويه الصديد دول. لان ساعتها اذا البكتيريا ما لقتش مجال تخرج منه من على الجلد من بره، هي بتمشي لجوه وتعمل تشعبات ويبقى النسور ساعتها ومتشعب وكلام زي كده. فيبقى اتكلمنا عن البواسير والشرخ والنسور وادي الخراج. اذا بقى تعمقنا شويه وقلنا ان الناس اللي عندها سقوط شرجي بقى، ده خلاص جزء كامل من الميكوزا بيخرج لبره، المريض اللي عنده كده عارف احنا بنقول ايه، اذا دخل الحمام اثناء التغوط او حاجه جزء كبير كله من الميكوزا يخرج لبره وممكن يرجع تاني مع الوقت او حاجه، او هو حتى احيانا بيحاول يرجعه باستخدام شويه كريمات او حاجه زي كده. ديت التعريف بالظبط. كانت عمليات التعامل مع مشاكل الشرجيه عمليات محفوفه بالمخاطر، عمليه طبعا، لانه في العمليه وخصوصا مثلا في النسور يعني تحديدا، وبرضه البواسير نفس الكلام طبعًا. بس لانه العمليه اولا موجوده في منطقه حساسه، الانفكشن فيها عالي طبعا، سهوله الانفكشن فيها، العدوى فيها عاليه طبعًا. بالاضافه ان في هنا صمام سفنكتر طبعا، الصمام دوت الجراحات حواليه ممكن تدمره بالظبط، او غالبا بتدمره بالظبط، فالانسان يخرج بدون مشكله مرضيه، لكن عنده مشكله ثانيه مرضيه اسمها عدم التحكم في البراز، ودي كارثه طبعا. ايه الطفره التي حدثت في التطور العلاجي لمشاكل الشرج؟ يعني الحقيقه سؤال ممتاز من المطبخ من جوه، يعني من قلب العمليات نفسه.
عمليات الشرج دي كان فيها حاجتين. اولا الالم الشديد اللي المريض بيشعر بيه بعد العمليات اللي يستمر لفترات طويله قد تطول لشهرين وثلاثه وكلام زي كده. تاني حاجه الحته بتاعه الانكونتنس بتاعه انه ممكن يعمل عمليه لان كل حاجه اللي الجراح كان بيشيلها يحيط بيها انترنال سفنكتر واكسترنال سفنكتر. صمام اسمه العضله العاصره، العضله المتحكمه 100% في مرور البراز. اذا الواحد حب والسيتويشن مش مسامحه او يعني ما هوش مناسب او حاجه انه يدخل الحمام او حاجه يقدر بالاسلوب يمسك نفسه. الحكايه دي يتحكم فيها، يتحكم شويه عضلات فيها. لما الجراح كان يجي يعمل عمليات زمان كنا بنشيل حته من الغشاء المخاطي ونشيل حته من الجلد، واحيانا تبقى الحاجات دي البواسير او الشرخه او الناسور او فوق العضله فنضطر نشيل حته من العضله، وكان ساعتها يعني الحقيقه نحط العيان في حته دمها تقيل قوي اللي هي اسمها عدم تحكم في التبرز. وكان ولذلك كان يكتبه في التكست بوك في اول الشابتر كده اذا في الحاجات المحترمه قوي بقى، ان اهم حاجه وانت بتعمل العمليه دي للمريض ان اول حاجه ما يقولكش حتى شيل وام، اول حاجه انك دونت دو هارم، انك ما تضرش المريض، ده اول حاجه. بعد كده اعمل اللي انت عايزه. ولذلك كان يمكن الجراح ما يقدرش يشيل كل حاجه بشكل مناسب او حاجه، فيمكن الحاجات ترجع تاني وكلام زي كده. اصبح العلاج في الحكايه دي مهتم جدا جدا اولا بالالم، ان المريض ما يتوجعش ما يقعدش 3 شهور، مش معقوله حد يعمل عمليه 3 شهور ما يروح الشغل وكلام زي كده. وتاني حاجة انه يحافظ، يبقى حاجة اسمها سفنكتر سيفنج، ان كل الاجراءات اللي نعملها نحافظ على العضلة دي 100%. ومن هنا جت فكرة الليزر، ان اذا كنا هنعالج البواسير باستخدام الليزر كنا زمان نقطعها ونشيلها ونربط وكلام زي كده، ونسيب للعين جرح كبير ونستخدم حاجة اسمها حشوة او فتيل او حاجة زي كده، وكانت حاجة مرعبة والعينين عندهم هاجس حكاية الفتيل ده، حتى ده ما بقاش موجود. يعني حتى الحشو اللي كنا بنحطه علشان يوقف الدم وكلام زي كده والمريض يشيله تاني يوم ويشيله بألم شديد جدا ما بقاش موجود، لأن ما بقاش في دم. احنا ما بقناش بنتعرض للميكوزا، ما بقناش بنخش جوه الغشاء المخاط، احنا كل حاجة بنشتغل من جواها. فإذا كنا هنعمل البواسير باستخدام الليزر مثلا كنا زمان نشيلها ونقطعها، دلوقتي بندخل بالاوبتيك فايبر اللي هي الأسطرة الليزر جوه البواسير نفسها، تطلع اشعه الليزر دي في شكل كون كده، في شكل قمعي الشكل يعني، اولا يوقف الفيدنج فيسل، يوقف الوريد اللي بيغذي البواسير، ثم يطلع اشعه الليزر في جوانب البواسير فتقفلها على بعضها وتنكمش وتروح تماما. الاجراء ده عظيم لانه بيدينا الامكانيه ان احنا ما نعملش واحده بواسير او اثنين او ثلاثه، ده احنا ممكن نعمل كل البواسير اللي موجوده. اللي كنا زمان بالجراحه هنخاف نشيل كل البواسير والا يحصل مضاعفات كبيره، دلوقتي احنا ما بنشيلش حاجه، فممكن نعمل واحده واثنين وثلاثه وعشره. ولذلك المريض بقى اللي كان عنده بواسير داخليه وبواسير خارجيه وكلام زي كده في سيشن واحده يقدر يعمل كل حاجه. هو بالظبط زي الفيديو كده ما بيحصل، احنا بنخش بالاوبتيك فايبر دي جوه البواسير، احنا ما طلعناش بره، ما طلعناش على الغشاء المخاطي للشرج، ومن هنا جت الفكره انه المريض مش هيتألم لان لا نتعرض لاي نهايات حسيه في المنطقه دي. فعملنا عمليه البواسير المرعبه بدون ما نقطع حاجه، لا استخدمنا حشو ولا استخدمنا فتيل ولا عملنا اي حاجه. المريض عمل عمليه الصبح، يا سيدي مش هنقول لك تاني يوم يبقى في شغلك، تالت رابع يوم يبقى في شغلك. انا رايي ان المريض ده اذا راح شغله بعد يومين ثلاثه دي رفاهيه عظيمه جدا يعني. احنا اختصرنا الشهرين ثلاثه دول في يومين ثلاثه في حاجه عظيمه جدا، ولا اتوجعت ولا اي حاجه الحقيقه. لما جينا نعمل النسور الشرجي باستخدام الليزر كنا زمان لازم نقطع التراك ده كله ونشيله وكلام زي كده جدا. والمريض يفضل يغير كل يوم، رايح على المستشفى كل يوم يروح يغير، لا ويقعد منعزل خالص طبعا. يعني المريض ده كان بيبعد عن شغله شهرين مثلا اكتر كمان طبعا. يعني بقينا نعمل عمليه عن طريق ان احنا بندخل بالاوبتيك فايبر بين الفتحه الخارجيه لحد الفتحه الداخليه، وكل اللي بنعمله احنا بندخل ونرجع تاني نحرق النسور ونقفله خالص على بعضه. هقول لك ايه اللي يضايق العيان بعد العمليه؟ يعني كنا زمان نقول يقعد شهر 4 شهور ومش عارف ايه، يضايق العيان شويه ديستشارج كده لمده اسبوعين ثلاثه وبعد كده ينتهي تماما، هو حتى هيبقى غير ملحوظ يعني. فتخيل شوف يعني، والعيان ده يعمل بالذات بقى اللي عنده ناسوره او شرخه او الحاجات حتى كمان الخفيفه دي، يعمل عمليه الصبح ويومين ثلاثه يبقى في شغله، ويبقى عامل عمليه ناسور شرجي حتى اذا كان علوي او متشعب او حاجه زي كده في يومين ثلاثه. الحقيقه ان الناس اللي قعدت سنين طويله عشان تخترع حاجات زي كده، وقعد سنين طويله عشان الحاجات دي تبقى اف دي ابروفد ويبقى العالم كله موافق عليها ونشتغلها، احنا قعدنا سنين طويله عشان نقدر نشتغل بالحاجات دي جوه الوطن العربي، جوه مصر، نقول ان احنا خلاص بقينا واحده من الدول اللي بنستخدم فيها الحكايه دي. والحقيقه ان الواحد يعني يشعر بمنتهى الفخر اللي في الدنيا، ان اذا واصدقاء كتير يقولوا لنا حتى من بره، ان اذا في مؤتمرات كبيره يتكلموا عن استخدام الليزر في الحكايه دي ويكتبوا انه في الميدل ايست كده في هيمو كيور في مصر، الناس دي بتستخدم الاجراء ده كواحده من المنظمات القليله جدا على مستوى مش الوطن العربي بس، على مستوى العالم كله.
اقول لك كام في كام بلد بنستخدمه؟ 18 بلد على مستوى العالم كله. ده عدد قليل جدا الحقيقه يعني. في الوطن العربي كله ثلاث مراكز. ثلاث مراكز في الوطن العربي؟ في الوطن العربي كله الحقيقه. بيستخدموا الليزر. بيستخدموا الليزر في علاج امراض الشرج. اولا الحقيقه يعني الماشينز مكلفه جدا جدا الحقيقه، التريننج مكلف جدا والتريننج صعب. عشان تاخد تريننج كويس في الحكايه دي لابد انك تروح بلد هنا وبلد هنا، وكل نروح المانيا عشان نتعلم عندهم النصول اشطر ناس تعملوا فيها، ونروح اسبانيا عشان نتعلم عندهم الشرخ الشرجي اكتر ناس، وهكذا. عايز اروح لمنطقه مهمه قوي وديت الجزء الثالث في الثقافه. مفهوم مثلا في عالم العيون انه عمليه العيون فيها خطوات مثلا بالليزر، وكل حد بيعمل حاجه معينه. الشرج او امراض الشرج لانها امراض لسه الناس الف به ثقافه فيها بالظبط، فمش عارفين قيمه فريق العمل، هيسالوا سؤال كلاسيكي جدا، هو ليه في كذا اسم انا بفوت عليه وانا بتعامل مع اي مشكله، هو كل واحد بيعمل ايه؟ يعني سؤال حلو قوي. خلينا مثلا نقول ان احنا هنعمل لمريض عمليه نصور شرجي دلوقتي، كويس؟ هل عمليه النصور الشرجي دي اللي هيقوم بيها كامله 100% هو دكتور محمد؟ لا، مش هو اللي هيقوم بيها 100%. انا بتكلم عننا يعني، انا حتى على مستوانا الصغير جدا. احنا عندنا جوه عمليه النصور الشرجي فيها خمس ست خطوات. اولها ان احنا ندخل بالمنظار ونتعرف على التراك بالظبط، ونعرف متشعب ولا مش متشعب وكلام زي كده، وهل احنا ماشيين كويس ولا في حاجات في اليمين والشمال وكلام زي كده. في دكتور شاطر قوي يعملها، ثم يجي مرحله اللي احنا يعني معلش على التفاصيل الطبيه، ان احنا هنكحت فيها النصور او نوقع جدران النصور دي، لابد انها تتعمل بطريقه فنيه عظيمه جدا وبلمسات سحريه الحقيقه يعني، لان احنا بنكحت النصور اولا بطريقه سلسه جدا، واهم حاجه ما نبقاش نعور اي حاجه جنبنا او حاجه زي كده. ففي دكتور اشطر مني يعملها في الحته دي، ثم يجي مرحله الليزر اللي الدكتور هيخش يحرق باستخدام الليزر كل حاجه، اجي انا اعملها وهكذا. يبقى جوه يعني حتى جوه التخصص الواحد، مش احنا في جراحين عامين مثلا؟ الجراحه العامه دي فيها اساتذه محترمين جدا. ده احنا كمان من الجراحه العامه بقينا ناس متخصصه في امراض الشرج بس مثلا. مش بس بقى كده، ده جوه امراض الشرج نفسها بقى في كل واحد بيعمل حته معينه. إذا كل يوم هيعمل الحتة دي 100 مرة هيبقى أشطر من التاني مليون ألف مرة في الحتة دي بالظبط. ولذلك أنا رأيي إن يعني فريق العمل اللي عندنا، إذا سمحت لي أشكرهم كلهم يعني، أستاذ دكتور أيمن أبو ليلى مثلا، إحنا بنسميينه من كتر ما هو شاطر قوي في حكاية الكحت النسور ده، هو يضحك قوي لو يسمعنا دلوقتي، إحنا بنسميينه المكحتة يعني، لأن هو أشطر واحد فينا يعمل كده. لو أنا جيت أنا أعمل الخطوة دي أعملها أقل شطارة منه الحقيقة يعني. فهو شاطر قوي في الحته دي، دكتور تاني شاطر قوي في الحته دي، دكتور تالت شاطر قوي في الحته تانية، وهكذا. ومن هنا يجي دور فريق العمل بقى، ان كل واحد بيعمل حته اشطر من التانيها، في الاخر المريض بياخد كل خطوات احسن واحد عمل كل خطوه فيهم. انا رايي ان كل ده يوفر للمريض قدر عالي جدا جدا من الكفاءه ومن الشطاره في العمل. دايما اي مكان بيتعامل مع حاله مرضيه او يكون فيه فريق عمل بيبقى فيه سيستم. طبعا كلمه سيستم دي ناس ما بتفهمهاش. ايه الهيموكيور سيستم؟ بيتبني على ايه؟ ايه الخطوات اللي انت حاطط عليها سيستم معين؟ المريض هيجي لك بعد ان شاء الله 3 4 سنين هيلاقي كل الايتمز اللي صوت عنده موجوده في عنده. الحقيقه المؤسسه دي يعني اذا سمحت لنا نتكلم عنها شويه، احنا تعبنا جدا 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 الى ان احنا نوصل لنبقى حاجه عنوان كبير قوي اسمه سنتر اوف اكسلنس، ان احنا نبدا نبقى عندنا درجه الامتياز في هذه الحكايه. معتمد على ان كل خطوه من اول ما المريض يفكر انه عايز يكشف عند الدكتور الى ان لحد اخر خطوه لما المريض ده اذا عمل عمليه في يوم من الايام ولا حاجه وتحسن كل حاجه، كل خطوه من الخطوات دي تبقى مبنيه على خدمه فوق الممتازه. من اول ما انه هيتصل لفريق عمل كبير قوي عشان يقدر يوصله انت اصلا محتاج تكشف عندنا ولا انت ما عندك يعني ما احناش التخصص اللي هيفيد حضرتك، الى المسؤول على اداره كل الاستاف، الى المسؤول عن انه يستقبل المريض بشكل معين، الى ان المسؤول ان المريض يجي في وقته ويدخل في وقته ويخرج في وقته وكلام زي كده، لحد ما بيقعد المريض مع الدكتور اللي هيكشف عليه، لحد ما اذا هيعمل عمليه في يوم من الايام ولا حاجه الدكتور بيشرح له كل تفاصيل العمليه واحده واحده. ثم المريض احنا عندنا حاجه حلوه قوي بقى، ان المريض اللي عمل العمليه ده وخلاص وخف دلوقتي وخلاص بعد اسبوعين بقى زي الفل، خلاص كده احنا علاقتنا اتقطعت بيه. لا الحقيقه ده احنا بنقعد نتابعه سنه.
يعني بنكلمه بعد شهر، وبنكلمه بعد 3 شهور، وبنكلمه بعد 6 شهور، وبعد سنه، كل فتره من الحكايه دي عشان نقول له انت كويس. والحقيقه ان الناس مبسوطه قوي بالحكايه دي، انه لا انت مش عملت عمليه وخلاص بقى، لا ده انت لسه مصمم ان احنا نبقى حاسين احنا احسن على مدار الوقت. الحقيقه سيستم مبني على ان احنا سنتر اوف اكسلنس، ان احنا درجه الامتياز في كل حاجه. فذلك انا يعني والحقيقه ان المريض كمان قدام الخدمه اللي احنا بنقدمها له، هو كمان بيقدم لنا حاجات حلوه قوي، كلمات لطيفه جدا جدا بتخلينا دايما نقول الحمد لله احنا كويسين وواقفين على المكان الصح ومكملين لقدام. ايه اللي انت تأمله في المستقبل، اللي بتحلم ان احنا نحققه، سواء على مستوى الثقافه، سواء على مستوى التكنولوجيا، في تكنولوجيا جايه لسه احدث طبعا هندور عليها طبعا. مسؤول دايما، طالما احنا دخلنا عالم التكنولوجيا فاكيد الشركات بتطور وبتطور في اجزاء معينه، فتلزم طبعا يعني المقتنيينها انهم يتعاملوا مع الاجيال 100%. الحقيقه يعني حتى جوه الليزر النهارده غير من سنه فاتت، غير من سنتين فاتت، كل يوم عن التاني في حاجات احدث وفي حاجات افضل، وبنفضل نوصل لحد ومناسبه احنا بنسافر كل الدنيا، اذا سمعنا ان في حد بروفيسور شاطر قوي في حته معينه بيعمل اجراء احسن من اللي احنا بنعمله بنسافره لحد عنده عشان نتعلم منه ايه الجديد اللي بيعمله عشان نقدمه للناس. انا رايي ان التكنولوجيا ملهاش حدود، واذا كنا النهارده احنا شايفين ان ده احسن حاجه في الدنيا، انا متاكد ان بعد كام سنه هيطلع حد احسن مننا يقول لا ده بقى فيه احسن، وهو يبقى عنده حق 100%. احنا كنا من فتره ما كانش فيه لا ليزر ولا فيه اي حاجه، وكنا شايفين ان اللي احنا بنعمله ده احسن حاجه في الدنيا. لا دلوقتي بقى فيه احسن من زمان، وبكره هيبقى فيه احدث من دلوقتي. وانا احنا مش ضد التكنولوجيا، بالعكس احنا زي ما بقول لحضرتك احنا بنسافر كل حته علشان ندور لو حد عنده حته بس زياده قد كده احسن مننا نقدمها للناس. المسؤوليه ان الناس بتثق فينا الى درجه بعيده جدا، انا كمان اشعر بمسؤوليه كبيره ان احنا لازم كمان نقدم لهم قدام الثقه دي احسن حاجه في الدنيا، ونخلي المريض اللي هيتعالج عندنا اكنه اتعالج في افضل مكان في العالم، نفس الخدمه بنفس التكنولوجيا. وده نقطه مهمه بتخدم فيها كل اللي احنا بنعمله، السياحه العلاجيه في مصر بالظبط هدفي الاكبر في 2018 و2017. بدات من 2017 اتكلم عن السياحه العلاجيه، في 2018 بنحدث في هذا الدور. لا انا مستني حد يقول لي متشكرين، ولا لا انا بعمل ده لان مقتنع بان الطبيب المصري على اروع ما يكون، وانه السياحه العلاجيه هتخدم كل القطاعات، هتخدم القطاع السياحي كعلاج، كقطاع السياحه بقى بمعنى السياحه بالزبط، وتدخل الفلوس للبلد وتدخل عمله صعبه للبلد، واحنا في امس الحاجه لكده. بالاضافه انها تخدم القطاع الطبي، القطاع الطبي هي 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 عنده حاله من التحدي، ان احنا زي ما حضرتك قلت ان احنا عايزين نبقى افضل بقى ناس في مش في منطقه العربيه بس، في منطقه الشرق الاوسط كله، وننافس دول اوروبيه قريبه مننا زي تركيا مثلا، ونقدر طبعا ونقدر نعمل كده بسهوله. الشكر والتقدير لفريق عملك كله، لانه الناس دي بتتعب جدا وقدمت لنا عمل جيد جدا. احنا لما بنعمل اسسمنت لهيموكيور يعني احنا بنعمل اسسمنت لفريق عمل كامل بالظبط، فكل شكر وتقدير لكم دايمي. تاني سعيد جدا بكم الثقافه اللي انت قدمته للناس في منطقه كانت مجهوله قوي. صحيح يعني صحيح. ما كانش حد يعرف، غامضه طبعا، غامضه جدا طبعا، ولسه الناس عايزه تعرف طبعا. فانت لو بتنورنا وبتشرفنا وسعداء بهذا اللقاء مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار، كان كالعاده مبدعا في واحده من حلقاته التي شملت الازرع الثلاثه للثقافه، الفهم المرضي والفهم العلاجي، وايضا العمل الجماعي، كيف نتعامل مع هذه الثلاثيه والاكثر قادم في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. انت من واحد تخين الى واحد رفيع، واللي بنشوفه واقع الحياه اللي بنشوفه دلوقتي ان العمليات في عمليات بتفشل. هو اول شهر طبعا ملتزم جدا، انه يبقى خايف من الجراح، شاف نفسه مقاسه كان اكس اكس لارج بقى بيجيب لارج، لا انا تمام، امال بقى لما السنه تخلص اكون خسيت قد ايه، فيبدا العيان يتغر في نفسه ويتغر في نتائج الجراحه اللي هو خدها.